طب انتوا درستوا الموضوع ولا هي موهبة؟ هي يعني احنا دراستنا شويه، انا درس هندسه معماريه، يسرى درس طيب اعلام، اعلام. فيعني فيها من ده على ده. يعني هي انا يعني وهي يسرى برضو عندها النظره، يعني حتى لو هي مش درسها بس هي عندها النظره ان هي ازاي طيب خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر دلوقتي. مثلا ناس شافوا المبادره بتاعتكم وجالكوا قالوا احنا عندنا مساحه في البيت مش عارفين نستغلها، بتساعدوهم من اول ايه؟ يعني هل لو هم حتى عايزين يعملوا ديكورات في البيت، ديكوريشن سيتنج للاماكن، مثلا يحطوا صالون في مكان معين، سفره في مكان معين، ولا الحاجات البسيطه؟ لا، هي مش احنا مش انتيريور بالظبط ديزاينرز. انا عايزه لا اوضح يعني للناس ايه الفرق. لا احنا مش انتيريور ديزاينرز، بس انا يعني انا كمان من دراستي انا عارفه ازاي اخلي السبيس ده بيعمل الوظيفه بتاعته على اكمل وجه. يعني انا لما ابقى داخله مثلا مكان معين ما اضطرش ان انا ادخل اجباريا بطريقه معينه، او انط على كرتونه، او الباب ما بيفتحش عشان مكومه كراكيب وراه، او مش عارفه افتح الدرج علشان الحاجات الحاجة نفسها قاعده كتير جوه الدرج فبشد الدرج بالعافيه، فبخلي الحاجات اقدر اوصل للحاجه بتاعتي بسهوله، انظمها في بوكسز معينه عليها ليبلز متعلمه دي احنا هنا معانا على دي الشاشة يعني حاجات كده، تيبس معينة بالظبط ازاي الناس تعملها. قد ايه سهل ان انا اوصل للحاجه اللي انا عايزاها في وقت قليل، ما اضطرش ان انا اقعد بقى ادور في وسط الكراكيب، وده بيضيع مجهودي وبيضيع وقتي وبيضايقني نفسيا ان انا صح.